تشهد مناطق سيطرة الثوار في حلب وريفها نقصا حادا في مادة المازوت نتيجة قطع طريق الإمداد إثر الاشتباكات بين الثوار وتنظيم الدولة بالريف الشمالي. وأدى نقص مادة المازوت إلى توقف معظم مولدات الكهرباء عن العمل، فيما حذر ناشطون عن تأثر عمل الأفران والمستشفيات في حال استمرار الأزمة. مراسلنا رصد واقع هذه الأزمة في بعض أحياء حلب وأعد لكم الاستطلاع التالي. ما حدا سأل علينا، يعني هالشعب اللي عم بيموت ما حدا عم بيسأل، بده يسألوا علينا مشان كم برميل مازوت، الأطفال اللي عم بتموت، الأولاد اللي عم بتموت، كلهم عم بيموتوا ما حدا عم بيسأل علينا، بده يسألوا علينا مشان مازوت ولا مشان كهرباء، ما حدا سأل علينا بهالشيء طاول نهائيا. لا وين منا رحت؟ لا شرعية ولا جيش حر، لا حدا عم بيسأل علينا طاول، لا إغاثة لا شيء، معونات على السوا ما في، بقى مو مشان مازوت يرقدوا علينا مشان شوية مازوت يعطونا إياها. شو بتوجه كلمة للمعنيين بهذا الأمر؟ إيش بنوجه؟ يعني هن يجوا لعنا ويشوفوا الوضع عنا، يعني لا كهرباء، وهلا جينا شهر رمضان، يعني الواحد بده يصوم بده يشرب له مي بردة ما في. إيش بدك؟ يعني ما في شيء عنا طاول. هلا انقطاع المازوت مو أثر علي بس إلي، أثر على جميع العالم. يعني صرنا ناكل هم الخبز هم الطبخ هم الأوز هم المازوت هم البنزين مواصلات، العالم ماتت. يعني أنا مشتغل أسبوع كامل معبي ب 25,000 مازوت، اللي مشتغل فيه معبي مازوت، يعني ما عندي. هلا نطبق السيارة بدي أطلع أبض من العالم، إيش ناقصني مازوت؟ بدي أختم السيارة 25,000 كهنة مسجلة عندي بالورقة، وأنا زلمي شوفير ماني صاحب سيارة، بدي يضل الوضع هيك بترك البلد وين اروح؟ اذا ببلدي هيك عم بصير فيني معناته وين اروح؟ هيو الانقطاع اثر على كل شيء، على الفران على السرافيس على المكاري على كل شيء مأثر. هون سرافيس هون شو اثر عليكم؟ عم نأثر، المازوت زاد علينا 3 دبال، اليوم المازوت ب 300، صرنا من كل راكب ناخذ 200 زياده. الواقع طاول زفت، أثر على جميع المصالح عنا. لا خبز، خبز ما في، ندور على ربطة الخبز ما بالله، الأدان ما بقى أدان، قمنا نأدن على البركون ما في مازوت، يعني كنا نحط للمولدة مازوت ما في، أثر على المولدات كل اللي بحلب وقفت المولدات.